قبل بس ما ابدا اتكلم على الثالثه على التوالي للتاريخ ونبتدي في الدعم والمسانده، لانه ابتداء من اليوم الحقيقه وابتداء من اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم دي هيبقى فقط الايام القادمه لدعم فريق النادي الاهلي، ماليش دعوه باي حاجه بتحصل تانيه ولا هتدخل في اي حاجه بتحصل تانيه. كل اللي هتكلم مع حضراتكم فيه الدعم والمسانده مننا ومن حضراتكم ومن كل الناس، وتعالوا نتفق ان احنا نعمل حاجة حلوة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، أو للعيبة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، علشان يحسوا إن جمهورهم معاهم. الجمهور هيسافر ولا مش هيسافر، الناس كلها، النادي الأهلي بيبذل، بالمناسبة النادي الأهلي ومجلس إدارته بيبذل أقصى جهد، أقصى جهد زي ما حضراتكم شايفين، وأقصى مبلغ مالي ممكن أدفعه هدفعه كمجلس إدارة عشان حاجة واحدة بس، عشان جمهور النادي الأهلي، مش عشان حد تاني، مش عشان اسم حد ولا اي حاجه خالص، ولكن علشان جمهور النادي الاهلي فقط لا غير. مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، الكابتن محمود الخطيب، كل المجموعه اللي موجوده المحترمه اللي موجوده في مجلس اداره النادي الاهلي كلهم الحقيقه يبذلوا الغالي والنفيس في حاجه واحده بس، ان احنا ازاي نطلع اكبر عدد من الجمهور من خلال دعم احنا بنعمله كنادي اهلي، احنا بنعمله علشان نقدر ان شاء الله ان شاء الله نطلع اكبر عدد من الجمهور. فرد جمهور النادي الاهلي كان سريع وكان واضح، وعلى تويتر او على كل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الثالثه على توالي للتاريخ، وهي بالفعل